بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلوات الله وسلامه على رسوله الأمين وآله وصحبه أجمعين، وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. ودرس تفسير كسلسلة دي فما يكب الله وانا يا آيات اللبية سيديتنا دي سورة المائدة وحرب لي لتجدن واحد كوغان يساود كوغان دونتا أشد الناس عداوة دتك كو أوغو أدق حقا عداوة دئيا نعا للذين كوين أي نعيان آمنوا مؤمنين تها كو مؤمنين تها مسلمين تها نبي الله محمد يا قرآن كرمي دتك أوغو نعب الدنيا دو أوغو واحد كوغان دونتا إنا يهين اليهودة كو يهودة يا والذين كو أشركوا إلهي أشريين مشركين تليلا ولتجدن وحانت كهل كو غانيسا أقربهم مؤمنين تكو أوغود ومودة حق جعيلك للذين كو يبات للذين كو ينال جعلانا يا أما يجعليهن آمنوا مؤمنين تها كو أوغود ونهدي وعدون أوغود هاي وجعشا هاي جعلانك راي كسورة قشو إني جعلابان مؤمنين تها وحد كو غانيسا يغانا الذين كو قالوا يرينا نصارى كريستان بانا نصارى ذلك عرقا سببتي سنة وحاوي بأن منهم كوا نصارى وحا كمدا قسيسين كوا علماء إيو رهبانا كوا عباده إله عبادهست أو أن حق إيو كلك يغادان ديدين أو أن سكا كبرنين وأنه بسبب أنهم يقول لا يستكبرون إسكا ما كبريان حق إسكا ما كبريان ملكا يغادان إن آيدا الله سبحانه وتعالى وحو إنه شيء معلومه أما إن شيء والخبر خبر كاسي سوقه ووح قود وحال قصة بينا يا إسبر برنك داتكي عن مسلمين تاهين أي وقت النبي عليه الصلاة والسلام جوغي عدة أوغو إن أوغو نعب مسلمين تاهو عذاوة دي مكري قبلن بالا شيغي كوا صورتا قال اي تهي اني جعلادان اما اوغدو حق اني قاتان اوغدونا والا شيغي كوا اي كوا انا كوا بضلا بضلا باو نحيو كالي والوالا طايفة لبدا قروب كالية تاتك عن مسلمين تهي نماها تاتك عن مسلمين تهي فرق بدي لبدا طرف بالي نوشي كوا او عذاوة دبادن اي كوا اوغرون اي هدي حق اوغادان اني قاتان اي صورة قلتا كوا او عذاوة دبادن بحالي نوشي يهودة يدك المشركين تلي له وحنا الله ينعب وذا كله إن يهين كوا وعدا وذا بدن وقولنا عيب كبدن كوا وقول هونا إني قاتان حقا ومسوا إني جعل إني كوا إن وقول لو حاجة جعل كان لما أرني وحبهم كوا وجعل بدن كوا وقول لو حاجة جعل كان إني جعلابان وعيدين كودي المؤمنين تي إسلام كأي قاتان كوا وقول لنا كوا يري كريستان بانه لما أرني كوا كريستان نصارى لما أرني محيي الكلمة بدن نصارى أصل كذي وحكيم من أنصاري إلى الله إلا ما قوله كجرت إن حواريين تمركوا النبي الله عيسى كوريا يقو قرقاري دعوة الله وكيلة نحن أنصار الله أنا قرقاري ياشي الله مركا مقعاس جوابتاس حقا بالله مقع دروب حالي قرقاري ياشي الله مركا كوان كوي ماها عقيدة صحناء مؤمنين تهاي مسلمين تهاي النبي الله عيسى لها القمي ماها لكن وين شكتين؟ مركز صارنا القوة السيدة أيه وسك شكتة يودي؟ إيه كريستان كشجع النصارى ذا شجع نيا؟ آية دمرك معناها أي شيء جيسايو؟ مقيمين وقت جي النبي عليه الصلاة والسلام وجوهي دتكي جوهي قيمين لجو السمي امتداد بهالها لان أو دتك أيه وهو تطلع نوع فرب مركز هلا هلا ما دتك عصي مركز قيمين يسا؟ مسددك وحا اميسان با مرول با سيدا ابا لغا ودا تدك يهود يا كريستا كان مرول با سيدا
dadka maana yahuudiyo mushrikiinta kristo kuna mar wasida miya laga wadaa waa xaala waa sifa la socota aqiidadooda mise waa xaala muayyan oo la tashkhiisinayo inay soo takarurto suuragala inay soo takarurino soo noqonino suuragala waxay u badan tahay ama saxba ah in aayaddu inoo sheegtay xaalad markaa dhacday laakiin soo noqon karta xaaladda markaa dhacday waa maxay waqtigii nabiga dadkii la dagaalamayay ee diinka ugu necbaa waxay ahaayeen yahuudii iyo dadkii mushrikiinta ahaa ee carbeed indiimaha haysanin ee salamka caabudi jiray labadaasi inta israaceen iyagoo kala fog oo isku caqiide ahayn oo kala fog bay waxay ku heshiiyeen la dagaalanka islaamka waxaa jiray kuwa kristan ah oo aan cadaawad u qaadin islaamka oo xaqii markay arkeen iska qaatay waxaa ka mid a axmed annajaashi boqorkii carbeed boqorkii xabashiyeed kolkii ay carab muslimiintii asxaabtii nabiga markay u hijroodeen xabashi u hijroodeen u tageen ninkaa boqorka ah waa kii ay nabadgelyada weydiisteene uu ka ogolaaday dalkiisa nabad ugu noolaadaan wafdi qureyshi u dirtay oo noo soo dhiiba ah waa kay ugu tageen meesha kadibna uu u soo diiday diinkoodiina ay u bandhigeen oy bareen oo intuu yidhi bal qur-aanka iyo diinka iyo nabiga laydiin soo direed sheegaysaan bal wax nooga sheega waa kii jacfar bin abi taalib iyo asxaabtii ay u sharxeen caqiidada islaamka iyo nabiga iyo qur-aanka wafdi buu soo diray axmed annajaashi wafdi in wax soo hubsada oo nabiga la soo kulma ah oo madax diimeed iyo aqoontii diineed ah yuu yidhi baxa sifooyinka mucayanka ah oo nabiga la sugaya u lahaay iyo tilmaamihii bay isla garteen tilmaamaha iyaga ah ka fiiriya iyna soo noqda way soo baxeen waxay u yimideen makiya nabiga u yimideen calayhi salaatu wasalaam nabiga u yimideen ma makiya u yimideen ma madiina allahu aclam nabiga u yimideen kadibna tilmaamihii ay wateenna way ka fiiriyeen su-aalo ay wateenna way weydiiyeen waxaa isu waafaqay markay su-aalihii ay wateen iyo jawaabtay sugayeen ilaa haddii aad qofka imtixaanayso su-aashan jawaab aad ku raadinaysaa jawaabtana waad haysaa marka su-aalihii waxay maxaa jawaabtoodi noqotay sidii ay sugayeen tilmaamihii nabiga iyo aragtidiisa iyo yacni tilmaamihii kaleto oo wasfigii kalena waa isqaabileen nimankii meeshiibayba ku islaameenba kuwii carbeed sheytaankii abuu jahal yaa wuxuu yidhi marka kolkii inuu islaameen ay ogaadeen qisadaas abuu jahal ku tacaluqda ee la xidhiidha nimanka waxay ina tusaysaa inay maka ka dhacday kulankaas oo asxaabtu ay nabiga maka ugu yimideen abuu jahal baa marka intuu kolkii wa islaameen oo maqlayb intuu u yimid wuxuu yihi balistaaga weligay ma aana idinka ma aana arag wafdi ka xun oo ka khasaaro badan dadkiina way idin soo dirsadeen kadibna ninkiiba intaad warkiisiin markiiba qaadateen xambaarteen yaad idinkoon dadkiiba ku wada celinin baad go-aan gaadheen dad idinka xun weligay maan wafdi idinka axmaqsan weligay maan arag marka si kooban bu lahadeen laa nabtaqi iljaahiliin bay anagu dadka aan wax aqoonin uma baahnin in la hadlo uma baahnin laa nabtaqi iljahli kuwaas marka xaaladaasi maxaa ina tusinaysaa dad kristan ah oo qur-aankii markii lagu akhriyey ooyey oo fahmay xaqii oo nabigii iyo qur-aankii aaminay kolkii qur-aanka lagu dul akhriyay oo sifaatkii inay fahmeen way ooyeen baa la yidhaha nabiguna dacwada ugu yeedha idaa samicuu maa unzila ila rasuuli taraa acyunahum tafiidu min adamci noo soo socota marka xaaladaasi way dhacday xaaladan kale oo cadaawadda yahuudi iyo mushrikiintuna way dhacday waqtigii nabiga saasay ahaayeen intaa kuwa iyo kuwaana kuwayagu kale u dhexeeya ee kale oo madiima haystay ashadadaasi iyo ashadadaasi aqrabadaasi u dhexeeyaan nacam xaaladaasi ma jirta hadda oo kristanku miyay ka dhow yihiin mushrikiinta iyo yahuudda ha see uga dhow yihiin haddaad aragto kristan islaam colla ah diinkiisii muusan ka keenin waayo diinka asal waxaa u ahaa nabiyullaahi ciisa diinkiisu
قيب جهاد كمجرن قيب دقال كمجرن إسا أخلاقيات يوحوها والبشائر شرعي وحوها كي كتاب كي التورادها كريستا مركا كتاب كي التورادها مين قادنين كري وحي قاتل انتي بشائر كي يو يرصوفيين تي يو وعدقي يو إنها هون إسجعيل كي يو إنها يو وحي كسي ديري كريم قرافاتها سأدرت الدين كودو ما هالدين واقع بني آدم كوافق صن ودينون أرانا يا إسكاؤون يعني دتك دورك كجل إسكا أبابك كصاحره أدو مثلا من سيدا ملاك تقولنا لو دتك أنا كعر مركا دتك كريستان كإيه الدولة ده إيه مسلمين تلا دجالما يايو دينك كريستان كما واحد كلا دجالما يه وهني سياسي أو إسلام كلا دجالن أو مشركين تيو كلا دين كودا دجالكم يجينا مركا الدين بوحانا ما لهرنا ما يستيران سيدي سوا اسكا كلمات اسكا دعوة دعوة مركا كل كي نانكا لغا فيريو قلوة الما واحا اقران مركا لغا فيريو واحا اقران مركا لغا فيريو هادي يهود اوكالتو واحا اقران تحريف كودي يعني واحا كتاب كوه واح عذاود قصة ليسا انناغا عدد كورنا وعدومان ندي انناغونا وحانونا هيدادك الهي دورتي انا اللي ندب مالي عدومتا ندي بادل لي انا حوالا لقادنا ندب مالي وقف الله قف من الديداي إلا عذاب مذيهي وحاسا وقرن كو وحا وما قرر سيدا درت دينها ويكدو يهيم دينها ويكدو يهيم سيدا اوكالة وينا وقتي النبي انا تاس بابا كم وقتي وكي احمد الناجم بني مكبر كيدين احمد النجاج بني مكبر كيدين بدينو اي تلمامي قاتين ومعلومات كي قاتين يقري اسلامين ويقول نقضين سينا واي اسلامي مركا حالب دا ايضا معين كا بيسورد دو شيغيسا لكن امثالها يتكرر وصون نقرية ولا جه ليا سأقدر تهدي كريستون قوقا ما كدين يهود يهودية ريا مشركين تقول نعم لا تجدنا واحد كو غانيسا واحد كو كهليسا مورنيس وجدان كان وكيب عن العلم هاي شعور كهوي واحد كو غانيسا أشد الناس ضدك كو أقوى أضج عداوة حق عداوة كو أقوى ولا دبلا للذين كو آمنوا رمية مؤمنين تا كو مؤمنين تا او عداوة بدنا او قلنا عبوحد كو غانيسا اينا يهين اليهود كو يهود ايهيو والذين اشركوا كو مشركين تا ولتجدن وحد كو غانيسا اقربهم مؤمنين تا كو او قلنا مودة حق جعيل كايو ان 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 كالقاع كان للذين كو آمنوا رميين او قلنا واشبه دا كو مؤمنين تا او قلنا وحد كيه غانيسا الذين كو اينا يهين قالوا يلي انا نصارى كريستان مانا ومرك الدين كود عادي ايه اقرن هبا كلامان هذا ايه هيستارو الدين خلطان بها هذا كومجرين دقال ايو ديدا اسلام كومجرين ارنكا سويتي سيبا لشيك اي اقل بنويل كمرشا كاكينا ايه اولواشا ذلك ارنكا ساقا بيانا منو محاكا ميدا قسي سيرا كوا علماء علماء قسيس كوا حالي لها قسيس كوا حالي لها ان عالمك كريستان كا عالمك كريستان كا وديك ولا عالمك كوايا عالتو يا قانن قسيسين بقى كملا مكة كوا علماء كملا وربانا ربان وقت ربان كوا جمع راهب راهب كانوا حالنا كوا قف كا وحياة كملا الدين كوا قف راهب ليلا راهب كوا إنك الصوفي أو كلتو حورنا يا قف كانوا الدون كحبكم لي مجور سنايو وحمية لنا يو ده أدت كلام التعامل يو مال بوجليا ماشي عسوك السجيا يرودنتو رجل دوما الله ونعكره رهيبة ليها كوا إياك أنا بياك كوا كمدا وأنه بسبب أنهم يجوا الله يستكبرون إني نسكبرين مركا يهستان مبدأ هذا هراء يجوا سماستان إني نسكبرين حقا مركا عيد وحيسي إشارة سا أصحابتي كريستان كها النبي هورتيس كرو ما يسي يا أحمد النجاشي أو إسنا الرومي ما ينسكبرين حق يبقى قاتل أو سقط بقرة أبو إسلام كمركبة وعن جلبها وعنده قوة أخذ عي الله يدين كيسي يأخذ عي حمد النجاش مرك مسلم بوها إلا أكرنتي ما أنت ودنتين النبي عليه الصلاة والسلام وحي وأشياء جاي أوكي ولكن نجاش هو ودنتي أن كنت كنو مرك النبي كنت كذا عليه الصلاة والسلام مرك وتابع كبير بالله قف كان النبي أجو جرهم ولنا أنا أرك وصحابي ما أهم هاي صحابي ماذا إن أركان النبي صحابي شرطي وا مرك عبد الله تسمعها أصحابي اسمحي النبي موسى عليك لكن أصحاب حبشية بعدك تسمحي لك كوي أي من تسلمي بين نقدين ماشي أحمد النجاشي وكوي إسلامي يبقى عادي إسلام كي واجس يعني واجس السجعة إسلام كي واجع أي حبشية عسى قالتي هدا ويجوا
ولي قد أنت والعذاب الجري وأنت كريستا كمشي وكريستا أرض أرق أو عنصرين أو أي أو يعني ويني بالجرين وحين نقدين دل أن ولي قد الله هاد أنا لقد قاجن حتى أحمد جوري كتاب كفتوح الحبشة اللي أمريكا أخرده أحمد جوري مجاهدين دي مركي أوت تجين يقول ولي قد مسلمين أرق أو يجا يجا لا بس يزلنا نولعين ولا عذابه مركي مسلمين يعني أحمد جوري واجي وأنتوا حبشة وقبضة روك هذا أوت تجين ماشي يقول ولي مسلمين كوه يعني دينك إسلام كهستا يمشي أوت تجين إلى أي حدنا مسجد بولي هاي قبر جيسي مسجد مسجد باكو أجيالا ويعني وحين ودد بركيسن أو خير بروي آدي آن الدين كقول نغن أو يعني متك أتك أركتو هذا قلاد تكريج اللي يلاه قيب تود مسلمين تا وقيب تا مسلمين تا إثيوبيا أو جو كوالا تيجا في عوي هنا تسعة تا هنا ضد كيلو نوعين بصورة قال مسلمين بيلين وقيب آدي يقولي قيب تود ولماذا وقيب إسلام كجاء الإسلام كجاء المحايلة والوعد هذا إسلامك وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.